وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيستر مافيش, how are you and how are your family? I hope inshallah all things will be fine with you. This is your homework for today because you are absent. I hope inshallah everything will be fine with you. Inshallah for today we have two recitation for Surah Al-Humazah. So inshallah I will recite it for you now. So focus with me please and listen carefully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. جزاك الله خيرا and see you soon إن شاء الله. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله.